ولدك مفلح الله يطول عمره ما لومه. الله يرضى عليك. ألومه وما لومه. ألومه إذا يفكر إنه يترك بلده ويروح يشتغل ببلاد برا. صحيح. ليه؟ لأنه ما شاء الله يعني بعد هالدراسة وبعد الخبرة اللي اكتسبها ببلده، بلده أولى به يشتغل بيها ويعمرها. بلده. صحيح. فبالتالي كمان ألومه إنه ما لومه إنه يطلع، لأنه لو هالناس اللي شروا من عندي أصحاب الشركات الخاصة وأصحاب المزارع داروا بالهم على عيال البلد واعطوهم راتب على الاقل معقول اللي يقدر يصرف على حاله، يقدر يعيش وباكر بس يتجوز يقدر يزيدوا له على هوا العيال اللي عنده، والله ما نقول شيء. لكن يا اخوان اللي فهمته انا، اذا وزاره العمل تقول لك حد الفقر الادنى من 120 ل 150 دينار، نعم، فمهندس زي هذا ولا زي عبطان ولا مثل ابو اخوي ابو هاني اذا ودي يشتغل وراتبه يا دوب يصل ال 100 120 ليره. أمانة الله عليك، لما يكون راتب الواحد 120 ليرة وعنده 5-6 عيال الله يخلي لكم وكل شيء في البلد، وانتوا تعرفوا صحيح ارتفع. صحيح. كل شيء مرتفع. شلون وده يدفع أجار دار؟ شلون وده يدفع كهرباء؟ شلون وده يدفع مية؟ شلون وده العيال مودهم مدارس؟ شلون وده يصرف عليهم؟ فأنا يا أخويا يا ولد أخويا مفلح، أنا والله ألومك وما ألومك. فقال ودي إياه منك، إذا اليوم طقيت باب الشركة الفلانية ودفعوا لك 100-120 ليرة، أنا وثقان 100% البلد كلها خير وبيها عيال خير ويقدروا ويعرفوا. مو هو بالضروري إنك تروح تشتغل بالمزارع، روح على وزارة الزراعة وقدم طلب واشتغل عندهم، وأنا وثقان مهندس زراعي مثلك. إذا بالبداية يعطوه 100-120 ليرة تمر الفترة التجريبية عليك بعد سن زمان، ولا إنهم زايدينك، بس هيش إنك تفكر إن تترك البلد، لا والله أنا ماني معك بهذه.